أهلا بكم إلى فضاء حر. تصاعدت الدعوات الدولية لإيقاف الحرب في اليمن والتوصل إلى اتفاق سلام، وكان اللافت هو التصور الأمريكي لما يفترض أنه خارطة طريق لهذا السلام. في مؤتمر المنامة للأمن وضع وزير الدفاع الأمريكي تصور حكومته للحل في اليمن، وهو التصور الذي يحمل في طياته مؤشرا لرغبة في منح جماعة الحوثي حكما ذاتيا في مناطق شمال البلاد، دون ذكر للمرجعيات التي بقي المجتمع الدولي يؤكد على أنها أساس أي حل في اليمن. ثم جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وبعدها توالى التأييد من كثير من الدول والقوى ذات العلاقة بالملف اليمني، لتشير بمجملها إلى أن الأزمة اليمنية تشهد انعطافة مهمة، لكن لا أحد يؤكد أنها يمكن أن تنتج حلا نهائيا يوقف الحرب وينهي المأساة الإنسانية. ومقابل صمت التحالف إزاء هذه الدعوات، والذي يشير إلى أنه يواجه ضغوطا كبيرا لإنهاء تدخله في اليمن، جاء بيان الحكومة ليرحب بدعوات إيقاف الحرب، لكنه تمسك بالمرجعيات التي تم الاتفاق عليها، وهو أمر بات مشكوكا في جدواه الآن في ظل الأداء السيء للحكومة والتحالف وإهدار الفرص خلال أكثر من 3 أعوام. يرى البعض أن تصورات المجتمع الدولي للحل في اليمن مختلفة عن تصورات اليمنيين، وهو ما يجعل من عملية فرض السلام عبر هذه التصورات تبدو وكأنها دعما دولي لميليشيا الحوثي ليس إلا، وليس سعيا حقيقيا لتحقيق سلام دائم وشامل. فيما يرى آخرون أن المجتمع الدولي يهمه أولاً إنهاء أخطر مأساة إنسانية تسببت بها الحرب، والعمل وفقاً لخطوط الوقائع على الأرض التي لا تشير إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال قوة حقيقية لا يمكن شطبها لإرضاء الطرف الآخر. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، ومن صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك أستاذ عبد الوهاب. إذن ما هي دلالات تصاعد الضغط الدولي من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الأكارم. هو بالطبع ربما الملابسات التي يمر بها القضية اليمنية اعتبارا من نقطة الأزمة الخليجية وتفجر الأزمة ما بين قطر وشقيقاتها الخليجية، سمح بأن يكون هناك ارتفاع في إطلاع الرأي العام الغربي على طبيعة ما يدور في اليمن من أحداث وحجم المعاناة الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين. ضاعف من هذا الأمر حادثة مقتل خاشقجي، والجميع الذي يتابعها يجد أن هناك ربط كبير ما بين أو لنقول استعراض كبير للقضية اليمنية أو للحالة اليمنية، ضمن ما يعد ما يتم تعداده من ممارسات خاطئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بما سمح بأن يتم لفت النظر بقدر كبير على ما يدور في اليمن، وفرض أو وضع المجتمع الغربي أمام سؤال هو إقامة الدنيا الآن على قضية خاشقجي، بينما هناك جريمة ربما تكون أكبر بحق المدنيين في اليمن لم يتم الالتفات لها. وكان هذا هو بمثابة الجانب الأول في قضية التحول الذي تشاهدونه الآن في المواقف الغربية، بينما الجانب الآخر هو أيضا وفق تصوري هو يعني مرتبط بقضية خاشقجي والمحاولات التي بدأت تدركها الولايات المتحدة الأمريكية الآن من أن هناك سعي سعودي تركي لإغلاق ملف خاشقجي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف يحمل أيضا جانب محاولة ابتزاز المملكة العربية السعودية في هذه النقطة. التصريح والحديث عن أن هناك استعداد إماراتي سعودي للجلوس للتفاوض، هذا الأمر يعني أنها رسالة بالنسبة للمملكة العربية السعودية وللإمارات أن النظرة الأمريكية لليمن ستختلف تماما وستتحول إلى
أطراف صنعاء طرف والإمارات السعودية طرف آخر، وبالتالي هي قضية حرب يمنية خليجية باعتراف أمريكي. فالمسألة هي من هذه النقطتين، النقطة الأولى كما قلت لك الضغط الهائل نتيجة الجرائم الإنسانية في اليمن، والنقطة الأخرى محاولة التفرد بإغلاق الملف الخاشقجي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أنقل هذا السؤال أو هذا التساؤل نفسه إلى ضيف الآخر الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديث. دكتور، ما هي دلالات تصاعد الضغط الدولي من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية؟ سعد الله مساءك والضيف الكريم والجمهور المشاهدين. أهلا وسهلا. ابتداء الدعوة هذه ليست أول مرة، نحن نسمع دعوة من أكثر من عاصمة غربية للأطراف المتحاربة في اليمن داخليا وإقليميا إلى ضرورة اللجوء إلى حل سلمي لهذا الصراع، فقط ربما الآن ظرفيا مع قضايا خارجية وموقف العربية السعودية من هذه القضية وخاصة قضية خاشقجي أدى إلى الإعلان بصريح العبارة إلى وقف الحرب. طبعا مثل هذه الدعوة ينبغي أن تكون صادرة من طرف ذي الصفة لكي يكون لها قيمة، وهي الحكومة اليمنية أو على الأقل الطرف الانقلابي الذي يبدي حسن النية للاستعداد الحقيقي لحل الصراع. الدلالة الثانية وهي المدخل الإنساني للصراع، يعني هناك حرب تبدت للعقل الغربي بأنها حربا عبثية 4 سنوات لم تصل إلى نتيجة، وبالتالي لا مناص من إنهاء الحرب والدخول في مفاوضات حقيقية لن يكون لها أي صدى إلا إذا تجاوبت أطراف الصراع في الداخل للاستجابة لهذا المطلب. نعم. طيب أعود إلى الأستاذ عبد الوهاب الشرفي بعد انتهاء من هذا السؤال المشترك لأسألك أستاذ عبد الوهاب، هذا الموقف الأمريكي الذي يعني يشير إلى ضغط أقوى، هناك كثير من المحللين أشاروا إلى أنه هذا الضغط ربما جاء للمرة الأولى، يحدث للمرة الأولى على لإحلال عملية السلام في اليمن، أمريكي ودولي أيضا، لأن هناك مواقف من بريطانيا، هناك مواقف من فرنسا، موقف المبعوث الأممي إلى آخره. برأيك إلى أين سيصل؟ ما هو مداه؟ هل سنشهد عملية ستتوج بمفاوضات سلام بمشروع على الأرض بوقف العمليات القتالية على الأرض، أم أن الطرف أو المسلك العسكري سيأخذ مداه ونحن نشاهد المناوشات في الحديدة؟ طبعا الحرب هذه هي مغطاة بقرار دولي، وهذا الأمر يجب قراءته في جانبين، الجانب الأول متعلق بأن الحديث عن أن الحل السياسي هو الحديث المفترض مع بقاء النية الغير معلنة بأن يكون الحسم عسكريا، لكن لا يمكن الحديث بهذه النوايا، ويظل تغطية العمل العسكري بالحديث عن السلام باعتبار ذلك هو الذي ينسجم مع القرار الأممي الذي يمنحهم غطاء هذه الحرب من جهة. والجانب الآخر هو أن هذه العواصم التي تدعو الآن لوقف الحرب لا يجب أن تقاس جديتها ومصداقيتها في الدفع باتجاه وقف الحرب وإغلاق الملف اليمني سياسيا من خلال هذه الدعوات التي تطلق عبر وسائل الإعلام، على اعتبار أن هذه الدول تعرف تماما وضع الحرب التي تشن على اليمن وأنها حرب تمت بقرار دولي، والجدية التي نحكم من خلالها هي أن تتوجه هذه الدول لطرح مشروع قرار. لكن لم يكن هناك إشارة للمرجعيات في حديث يعني إنهاء عملية السلام، ماتس لم يتطرق إلى حديث المرجعيات إذا ما تحدثنا عن قرار دولي، يعني هناك دعوات لكن لم تستند هذه الدعوات على المرجعيات الثلاث، مسألة المبادرة الخليجية، القرار الأممي، القرارات الأممية ذات صلة، ومخرجات بطبيعة الحال مؤتمر الحوار الوطني. هو بالطبع حتى مسألة المخرجات هذه هي إحدى المسائل المسلم بها من قبل طرف وليست مسلم بها من قبل الطرف الآخر. من ومن؟ هو أحد أنواع التلاعب التي تمت على الموقف أن تتمسك بأمر أنت تعرف سلفا بأنها ليست مرجعيات لك وللطرف الآخر. ربما القرار الأممي يمثل مرجعية، لكن مخرجات الحوار يعرف الجميع بأن أهم تفصيلين فيهما
لم يحسما، وهما قضية الأكاليم وقضية الدستور. وبالتالي الحديث عن المخرجات هو أنا وجهة نظري بأنه حديث استخدم أساسا للتلاعب على العملية السياسية ولجعلها عملية غير منتجة. في الأخير هناك قرار أممي وافق عليه الجميع يمكن أن نعده مرجعية، لكن باقي التفاصيل الأخرى ليست من الأمور المسلم بها. وكأنك تريد أن تقول سلموا برئاسة هذه وباستمرارها حتى اللحظة عن طريق الاعتراف بالمبادرة الخليجية، والجميع يعرف أن أنصار الله لم يكونوا طرفا فيها. مخرجات الحوار كما قلت لك أهم تفصيلين فيها لم يسلم بهما لا المؤتمر ولا أنصار الله، يعني الطرف كامل الذي نسميه بطرف صنعاء لا يسلم بمخرجات الحوار كاملة، وبالتالي لا يمكن أن تعتبر هذه المسائل مخرجات حوار. لكن المسألة بالنسبة للطرح الأمريكي الآن ليست هنا، القضية كما قلت لك هي رسالة باتجاه المملكة العربية السعودية أنه في حالة محاولة يعني الهروب أو إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من الحل في ملف خاشقجي سيترتب عليه إعادة النظرة إلى ما يحدث في اليمن على أنها حرب بين اليمن وبين السعودية والإمارات أو التحالف العربي، وليست حربا بين طرفين يمنيين، ووجود التحالف فيها هو فقط لمساندة أحد الأطراف كما رفع مسمى الشرعية وما إليه. هذه هو أهم ما ورد. طيب دعني أخذ نقطة مسألة مقتل خاشقجي وأثره على هذه الدعوات. هل ترى هذا الأمر دكتور فيصل أن ما حدث هو فقط لأن كانت هناك يعني هذا التغير في المواقف أو الحديث هذه المرة مجددا حول العملية السياسية هو فقط لأن كان هناك قضية يمكن الضغط فيها عبرها الضغط على المملكة العربية السعودية وهي اغتيال خاشقجي، أم أن بالفعل هناك تطور محوري واهتمام مختلف للمجتمع الدولي بالملف اليمني هذه المرة؟ قد لا يكون الربط بين الموضوعين حاسما، ولكن ربما تكون الفرصة مواتية لأن تلقى مثل هذه الدعوة استجابة من الأطراف المشاركة في الحرب، وخاصة المشاركة الإقليمية سواء من الدول التحالف أو من الدعم غير المعلن من قبل إيران. في نهاية الأمر كانت هذه الدعوات ستصل إلى ما وصلت إليه حتى بدون قضية خاشقجي. أنا قلت سلفا بأن الحرب صارت للمجتمع الدولي وللمجتمع المدني الدولي حربا عبثية ولها كلفة إنسانية باهظة، والقانون الدولي الإنساني يحرك مثل هذه الضمائر الإنسانية لإيقاف الحرب والدفع الأطراف باللجوء إلى الحوار السلمي. لكن ما أود التركيز أو التنبيه إليه هو أن هذه الدعوات ليست أكثر من موقف سياسي، لا تأخذ طابعا إلزاميا لأنها لا تحمل مثل هذه الصفة لا قانونيا ولا أيضا كطرفا ذا صلة. أنا من يحمل إذن من له ذات الصلة أن يضغط بشكل واسع ويحدث أثرا في هذه المسألة من وجهة نظرك إذن؟ مجلس الأمن الدولي على هذه العواصم الغربية إن أرادت أن تتحول هذه المقترحات إلى قرارات ملزمة أن ترفع الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي الذي ينبغي أن يصدر قرارا ملزما لجميع الأطراف بإيقاف الحرب بقرار وفق الفصل السابع الذي سيترتب عليه أيضا إصدار قرارات أخرى تستخدم القوة العسكرية الأممية لأي طرف لا يستجيب. طيب مسألة وجود قرارات سابقة مثلا القرار 2216 ألا يعني ذلك أن هذه الدعوات هي دعوات تبنى وفقا لهذا القرار؟ لأن من يتحدث بهذه الدعوات هم أعضاء في مجلس الأمن. دعني أشرح للإخوة المشاهدين للسادة المشاهدين يعني الآليات والإجرائية لاستخدام الإلزام في قرارات مجلس الأمن الدولي. القرار 2216 يستند إلى المادة 40 و41 من الفصل السابع، وهي التي تمنح مجلس الأمن تقدير الحل، اقتراح الحل للأطراف المتصارعة ولا وفق الفصل السابع،
ولكن لكي يصبح هذا القرار ملزما أكثر ينبغي أن تتحرك الدبلوماسية اليمنية والعربية بدفع مجلس الأمن لإصدار قرار آخر لتنفيذ هذا القرار وفق المادة 43-44-45. يصل الأمر إلى تشكيل لجنة أركان حرب أممية وتشكيل قوات للحسم العسكري. ما هو حاصل من الحرب الآن في اليمن بتدخل الدول الخليجية هو بغض طرف أممي، لكن ليس بقرارات أممية. تستند دول التحالف في تدخلها في الشأن اليمني عسكريا هي بلجوء السلطة الشرعية بدعوتها إلى هذا التدخل، وهذا يعتبر إجراء قانونيا، لذلك غضت الطرف حوله داعمة لذلك. لكن النقطة التي أشار إليها أستاذ عبد الوهاب وهي ما أريد أن يعني يكون النقاش عليها أيضا، يتحدث على أن هناك تحول في التعامل المجتمع الدولي وكذلك الأممي في سياق أن الصراع الآن أصبح خليجيا يمنيا، هل تتفق في هذه النقطة؟ أنا لا أتفق كليا في هذه النقطة. الصراع الحاصل في اليمن هو ذو شقين، هو صراع يمني يمني بالدرجة الأولى، وهو صراع إلى جانب ذلك يمني خليجي، أي أننا لا نستطيع أن نجعله دولي بالمطلق ولا نستطيع أن نجعله محلي بالمطلق. هناك مسار للصراع، والمعني بإيقاف الحرب وحل القضية سلميا ليست الدول الداعية لإيقاف الحرب، وإنما الأطراف الداخلية ذات اختصاص الصميم في إيقاف الحرب. إذا أردنا أن نصل إلى إجابة حقيقية لإيقاف الحرب وإيقاف المآسي الإنسانية لما هو حاصل في اليمن، هو على الطرف الانقلابي الذي بدأ بالحرب عليه أن ينهي هذه الحرب. فالحرب لم تبدأها السلطة الشرعية ولم تبدأها الدول الخليجية ولم يبدأها مجلس الأمن بالقرارات الملزمة له، وإنما هناك فئة رأت بأنها صاحبة الحق الحصري في الحكم، وأنها خرجت في ثورة 26 سبتمبر ظلما من حقها السياسي، وبالتالي تعود إلى الجانب السلالي والتاريخي وابتلعت اليمن، وعليها أن تسلم بالإجماع قرارات الإجماع الوطني التي حتى وإن اختلفوا حولها بقرار أو قرارين لا يسوغ لأي طرف بالدخول اليمن بحرب. الأخ الضيف الكريم يقول بأنه هناك أطراف أخرى لم تسلم لا بالدستور ولم تسلم بالأقاليم، أنا أوافقك أنها لا تسلم، لكن هل هذا يسوغ لها أن تدخل اليمن بحرب وأن تفرض رأيها بالقوة وأن تبتلع الدولة والسلطة الشرعية؟ هذا غير صحيح. وبالتالي الأطراف الداخلية فقط هي المعنية بالاستجابة لطريق السلم، والضغوط الخارجية مهما بلغت لن تؤدي ولن تحقق هذا الغرض. طيب، هناك نقطة يعني مهمة وأسهل فيها السيد الشرفي من صنعاء. كان هناك دعوة أو إشارة من وزير الدفاع الأمريكي لما يبدو أنها رغبة أمريكية لإعطاء جماعة الحوثي حكما ذاتيا في سياق تعاطي جماعة الحوثي مع هذه الدعوات الأممية، ما هو الموقف الذي تراه السيد الشرفي؟ هو بالطبع الحديث الآن عن قضية حكم ذاتي هو ورد ضمن مجموعة من المطالب، ولعل أهم هذه المطالب هي قضية تسليم السلاح، والمعني هنا هو الصواريخ التي بدأ الآن يتميز طرف أنصار الله في تطويرها وفي الدكة في تصويبها، وهذا الأمر هو بطبيعته محوري على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف الجميع ما هو الذي يدور على خلفية امتلاك الصواريخ وتطويرها باتجاه حزب الله وحتى باتجاه دول قوية ككوريا الشمالية، بمعنى أن البدء في هذا المسار هي مسألة حساسة. فالأمر هو مخالف للتصور المنطق للحل السياسي في اليمن، على اعتبار أن نحن أمام أزمة سياسية هي تتطلب التواصل إلى صيغة مقبولة من الجميع حول مؤسسات الحكم، لكن التحول إلى يعني الدخول في جيوسياسية البلد وديمغرافيتها كنوع من الحلول هو أشبه بالإغراء يحاول أن يقدمه. هل يرضي الحوثيين؟ هل سيأخذوا هذه الفرصة؟ الحوثيين حددوا موقفهم بوضوح بأنهم يرفضوا هذا الأمر، وقالوا بأن هذا
الأمر يعني يمكن تقبله في حالة أن هناك صراع طائفي أو أن هناك طائفة معينة في إقليم معين يمكن الحديث في هذا الكلام، بينما الأمر طبيعته ليس هكذا في البلد، وأن المشكلة سياسية، وهم حددوا موقفهم في هذه النقطة بكل وضوح ورفضوها، أن مسألة يعني عرض حكم ذاتي من وجهة نظرهم لن تكون أحد الخيارات. طيب ما الذي يختلف عنه مسألة الحكم الذاتي؟ هناك من يتحدث على أن الحكم الذاتي هي المسألة المنصة في مخرجات حوار الوطني، مسألة الأقاليم، وجود أقاليم هذه مسألة أقرها الحوار الوطني وإن كان هناك اختلاف في العدد. ما الذي يختلف فيه عن طبيعة هذه القرارات والحديث عن حكم ذاتي؟ طبعا الحكم الذاتي هو ربما صورة مركزة من قضية الأقاليم، لكن منشأ هذا التركيز هو يكون دائما بناء على أبعاد ديموغرافية موجودة على الأرض. قضية الأقاليم هي مسألة متعلقة بأبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية، فرضت بأن يكون هناك قدر من المرونة في اتخاذ القرار بالنسبة للأقاليم، بعيدا عن قضية الطائفية أو قضية العرقية أو القضايا الأخرى الديموغرافية. بينما قضية الحكم الذاتي يدخل عنصر الأبعاد الديموغرافية في قضية الدوافع للتوجه للحكم الذاتي، وهذا الأمر ذو تبعات خطيرة على البلد، على اعتبار أننا نحن حتى الآن ليس لدينا في البلد أي مكون تبلور انطلاقا من أبعاد ديموغرافية. كل المكونات الموجودة في البلد حتى بما فيها الحراك الجنوبي كلها منطلقة من نظرات سياسية وبقدر ما متأثرة بأبعاد اقتصادية، لكن إدخال البلد الآن في هذا المنطلق أمر خطير، خصوصا في ظل يعني الضخ الإعلامي المتنامي الآن، الحديث عن هضبة وما هضبة والحديث عن زيدية وشافعية، هناك ضخ كبير يتم في هذا الاتجاه. فإذا تم زرع أو يعني تشكيل خارطة البلد انطلاقا من مشكلة أساسا هي مصنوعة، أنت لا تحل مشكلة وإنما تدخل البلد في ما يمكن أن نعتبره حالة صراع مستدامة، وأنت تقدم الأمر للناس أنها صورة من صور الحل بينما هي ليست كذلك. طيب من يعني انطلاقا من الذي قلته حالة صراع مستدامة، أسألك أستاذ دكتور فيصل، هل هذا الطرح سيؤدي يعني ألا تعيش اليمن أساسا حالة صراع مستدامة الآن؟ إلى الآن ليس هناك حلول واضحة، هناك من كلا الطرفين لا يبدو أن هناك يعني تقديم تنازلات في هذا السياق، الحوثيون مستمرون في الأعمال التي بدأوها، مستمرون بعملية الإنقلاب، الحكومة الشرعية تقول أنها تريد سلاما مبنيا على المرجعيات الثلاث، هل نحن أمام حالة صراع مستدامة أم لا؟ عندما لا تكون الأطراف ذات الصلة في الحرب محليا ليست مستعدة للحل السلمي، فهذا يؤكد بجلاء بأن الصراع سيكون مستداما أو طويلا. هو لن يكون مستداما إلى ما لا نهاية، ولكن سيأتي يوما ما تضعف الأطراف تتآكل ويولد جيل جديد يأخذ بزمام المبادرة ويعود للبناء ويسقط الرهانات التي تبنى عليها أطراف الصراع بأن كل طرف يتشبث ببقائه في السلطة. السلطة الشرعية وجدت كمرحلة انتقالية، ولكنها استثمرت هذه الحرب لتبقى إلى ما لا نهاية، والطرف الانقلابي أيضا لا يعترف بهذه السلطة الشرعية ويرى لنفسه شرعية أخرى ويريد عن طريق القوة أن يستمر في السلطة إلى ما لا نهاية. ولكن الحرب لن تظل مفتوحة، سيأتي يوما ما ينهار أمراء الحرب ويولد مجتمع جديد يعيد البناء كما هي الحروب في جميع بلدان الدنيا. لكن ما أود التأكيد عليه بأن السلام المزعوم أو إيقاف الحرب لن يتأتى بدون إبداء الأطراف الداخلية نية حقيقية للتخلي عن السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات الذاتية دون تأثير خارجي.
يعني حتى الذهاب إلى مفاوضات في السويد أو في أي دولة أخرى مع وجود مؤثرات خارجية، إيران وراء الحوثيين والسعودية ودول التحالف وراء السلطة الشرعية، فإنها العامل الخارجي أيضا سيفشل أي توجه حقيقي نحو السلام. اليمنيون هم أكثر قدرة لماذا على دكتور؟ أن يلتفتوا إلى شعبهم. لماذا برأيك؟ ما هو يعني لماذا أي يعني مسألة إقامة مشاورات في السويد لماذا تعتبرها أنها لن تنتج حلا أصيلا؟ لماذا تطلب أن يجلس اليمنيون مع بعضهم؟ أين يعني أين من المفترض أن يجلسوا إذن؟ إذا توفرت الإرادة بوسعهم هم من يختار المكان الملائم لهذا الحوار، وهم من يدعو أو يتفقوا إلى تحديد زمن الحوار وإلى أهداف الحوار. الآن من يحدد أهداف الحوار ومكان الحوار وزمن الحوار هي أطراف دولية، قد يكون المبعوث الأممي إحداها والعواصم الغربية هي أيضا إحداها. إذن الأطراف اليمنية معلقة تحت تأثير طرف خارجي هو الذي يوحي لهذا الطرف أو ذاك ما الذي ينبغي فعله، وبالتالي كل طرف يعود إلى مرجعيته لكي يوافق أو يرفض. إلى الآن لا توجد مؤشرات حقيقية من الأطراف اليمنية الداخلية بالانتباه إلى أنهم أهلكوا الحرث والناس بهذه الحرب، أهلكوا الحرث والناس، ولم تتحرك ضمائرهم بعد لإيقاف هذه المعارك برغبة ذاتية. ما الذي يمنع الحوثيين من العودة إلى النقطة صفر؟ النقطة صفر التي كنا فيها ليست خطيرة لا عليهم ولا على غيرهم، وهو الذهاب إلى استفتاء استكمال المشاورات حول الدستور، الاستفتاء عليه، انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية. هذه النقطة الصفر الذي التف عليها الحوثيون وأدخلوا البلد في حرب لها بداية وليس لها نهاية. طيب هذا ما يدفع للتساؤل، ودعني أنقل هذا التساؤل عليها. دكتور إلى عبد الوهاب الشرفي. سيد الشرفي، يعني ما الذي يريده الحوثيون أكثر من ذلك؟ يعني يتحدث ماتس على أنهم الآن قادرون على إيصال أصواتهم، وهم بشكل أو بآخر يتحكمون في مناطق واسعة ويفرضون سلطتهم فيها. ما الذي يريده الحوثيون أكثر من ذلك؟ وفي الأخير السعي إلى تركيبة سياسية في البلد تجمع الجميع وتعتبر الكل عضوا طبيعيا في هذه المنظومة المؤسسية التي ستحكم وستخرج في شكل مؤسسات دولة. هذا الأمر هو الذي يطرح تحت مسمى يعني الحلول التوافقية أو الحكومات التوافقية وما إليه. وبالتالي المسألة هنا ليست متعلقة في اعتقادي أنا لا بطرف الحوثيين ولا حتى بطرف المسمى بالشرعية. المسألة الآن كما قال الدكتور العامل الخارجي فيها هو الذي يوجهها، وبالتالي عندما تريد أن تقيس أنت الأمر يجب أن تقيسه أولا ليس من قضية تحديد نقطة أو بالذهاب للتفاوض في السويد أو في جنيف أو طيب للتوضيح عوامل الخارجية من تقصد بها بالضبط؟ الأجندات التي يعمل لها التحالف العربي وفي مقدمته الإمارات والمملكة العربية السعودية. يعني أنت تتحدث عن جوانب إقليمية، لأن الدكتور طرح أكثر جوانب دولية متعلقة بأمريكا وفرنسا وغيره. نعم، الذي أقصده أنا تحديدا إذا كانت العوامل المحلية هي من تحكم التدخل الخليجي أو تدخل التحالف السعودي في اليمن وأيضا ما يسنده من تدخل غربي، لو كانت العوامل المحلية هي التي تتحكم في الأخير هم يضعوا أنفسهم في صف الطرف الذي يسمى شرعية. لماذا إلى حد الآن 3 سنوات لم يمكن في المساحة التي يقال بأنه تم تحريرها؟ هذا دليل قاطع بأن المسألة يتحكم فيها أجندات بعيدا عن العوامل المحلية على الإطلاق. عاملين رئيسيين، الأمر الأول وهو قضية وقف الحرب، والعامل الآخر وهو قضية التمكين لطرف المسمى بالشرعية في المحافظات الجنوبية، هما العاملان الذي يمكن من خلالهما نحن أن نتحدث عن توجه جاد ومنتج لحل في الملف اليمني. طيب إذا لماذا لم يعني يذهب الحوثيون في هذا السياق إلى مفاوضات جنيف السابقة؟ لماذا لم يذهبوا لمفاوضات جنيف السابقة؟ هل سيذهبوا في مفاوضات قادمة؟ ما الذي سيدفعهم
إلى التعامل الإيجابي أو الرفض في حال دعوة مارتن جريفيث خلال الشهر القادم إلى مفاوضات أو مشاورات سلام؟ لم يكن أنصار الله السبب في قضية عدم حضور إلى محطة جنيف السابقة. الأمر قد بات علنيا ورسميا بحديث المبعوث الأممي بأنهم بذلوا جهودا يعني كما هو مطلوب منهم للوصول، لكن كان هناك أو ربما نحمل المبعوث الأممي نفسه هذا الخطأ على اعتبار أنه لم يهيئ الظروف تماما لوصول الحوثيين، وباعترافه هو في أكثر من مرة في الحديث عن ملابسات. طيب ما الذي يجب أن يحدث إذن الآن ليذهبوا وتتم مشاورات السلام هذه؟ الآن المحطة نفسها باعتبارها محطة السويد، السويد هي من الدول التي ربما تحظى بقبول أنصار الله على اعتبار أنها دولة تقف دائما في صف إغلاق الملف اليمني والحل السياسي بجدية، وكانت ممن تقدم حتى بمقترحات ومشاريع إلى مجلس الأمن في هذه النقطة، وخصوصا فيما يتعلق بمعركة الحديدة والجانب الإنساني، وبالتالي هي دولة ربما تكون مقبولة من أطراف صنعاء. بالنسبة للطرف الذي يسمى بطرف الشرعية، لا أعتقد أنا أن لديه مانعا محددا من التوجه إلى السويد. الموعد هو موعد يعمل عليه المبعوث الأممي منذ فشل جنيف السابقة، وهو يتحدث بأنه يعد لمحطة قادمة. الآن التوليفة بالكامل فيما يتعلق بسويد وبالمواقف التي صدرت مؤخرا الآن من الدول دائمة العضوية فيما يتعلق بضرورة عمل شيء للملف اليمني وحديث المبعوث الأممي عن أنه سيدفع في هذا الاتجاه، هذا يعني أن العناصر هذه تتفاعل الآن وصولا إلى محطة السويد، وأنا أتفائل فيما يتعلق بالوصول إليها، لكنني لست متفائلا على الإطلاق بأنها ستكون محطة منتجة وستمر كما مرت المحطات السابقة من قبلها. طيب أسأل دكتور فيصل، دكتور فيصل يعني الصيغة الأمريكية تركز، يعني يجب الإشارة إلى أنها ليست رسمية بشكل كامل حتى اللحظة، لكن تؤشر على مبادلة أو تركز على مبادلة إيقاف عمليات التحالف العربي في اليمن بإيقاف صواريخ الحوثيين على أراضي المملكة، وبذلك كما يبدو أنها يعني تنتهي الأزمة في اليمن وتنتهي المشكلة. ألا يشير ذلك إلى أن هذا التصور يتجاهل حقيقة ما حدث في اليمن قبل التدخل السعودي بعاصفة الحزم في 26 سبتمبر، ويلغي 6 أشهر كاملة من دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم فيها؟ تقريبا ليست الرؤية الأمريكية وحدها وإنما الرؤية الغربية تحديدا، أقصى ما يمكن أن تصل إليه من الدعوة لإيقاف الحرب هي ما أشرت إليه، هي إيقاف الصواريخ الحوثية المنطلقة تجاه السعودية يقابلها إيقاف القصف الجوي من السعودية على الحوثيين. إذا تم دفع الطرفين بإيقاف هذا القصف المتبادل، هذا يعتبر تقدما كبيرا وانتصارا وهميا للحوثيين أنهم أوقفوا القصف الجوي، وانتصارا للسعودية التي أوقفت القصف الصاروخي تجاهها. لكن إيقاف الحرب اليمنية وهي الأهم، وتلك والتدخل الخارجي والإقليمي هو تدخل طارئ، أساسه هو الصراع الداخلي. إذا لم يكن هناك صراعا داخليا، ما كان للسعودية ولا لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة ولا للعواصم الغربية أن تتدخل أساسا. نحن اليمنيين محليا فتحنا حربا واستدعينا لاعبين دوليين وإقليميين للدخول إلى الملعب اليمني، وبالتالي اللاعب الإقليمي وهي السعودية والإمارات دخلت لتلغي دور الجميع من اليمنيين وأصبحت تتحكم بالمشهد. أنا أشاطر رأي الضيف بأنه السعودية والإمارات أساءت إساءة كبيرة في تدخلها للسلطة الشرعية، حيث أنها حلت محل القرار السيادي اليمني ومحل السلطة الشرعية. اليوم هناك في عدن أوامر للنقاط العسكرية بأن تمنع أبناء تعز من الدخول إلى عدن.
يعني أمور تافهة لا يقوم فيها حتى الأطفال الصغار عندما يتخاصمون في الحي. وهذه دول دخلت لكي تتدخل بأخص خصائص الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية، يعني التحكم بالاستيراد والتصدير، التحكم بالموانئ، بالمطارات، بالعملة، بالحرية الحركة. يعني أصبحنا في وضع لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة بدون رفع يد هذه الدول الإقليمية من التدخل حتى يستفيد. لكن في المقابل دكتور، يعني الصواريخ الإماراتية، صواريخ باتريوت، أنظمة باتريوت تحمي مدينة مأرب من الصواريخ الحوثية التي تضرب وتقصف وتستهدف المدينة، يعني المسألة ليست بهذه القطعية كما يقول كثيرون. جيد، أحسنت في طرح هذا السؤال. أنا سأقول لك، انظر إلى خبث التخطيط العسكري المتحكم به خليجيا. توقفت الجبهات في تعز في الشريجة وعلى حدود لحج وكذلك على حدود المخاء، وتركت تعز محاصرة، وذهبت القوات بجميع الألوية إلى صعدة لتحمي الحدود السعودية. لماذا صواريخ الباتريوت تركزت في مأرب؟ لأن مأرب هي قريبة إلى الحدود السعودية، وبالتالي مأرب تشكل حاجز صد ضد تمدد الحرب ضمن الحدود. اليوم تتنازع الإمارات والسعودية نفوذهما على اليمن من خلال السعودية تركز على حماية حدودها، وبالتالي عجزت حتى عن رد الهجمات الحوثية في صعدة، واستأجرت من الشباب اليمنيين مرتزقة ليدافعوا عنها. والإماراتيين وضعوا أيديهم على الجزر وعلى الممرات المائية لكي يحموا مصالحهم التجارية الدولية لحساب ميناء دبي. يعني في نهاية الأمر تحريك القوات ليس عبثا، ووجود الباتريوت في مأرب ليس حبا في مأرب، وإنما حماية للحدود التي لا ينبغي أن تصبح ثغرة واسعة يصعب سدها لحماية حدود السعودية. طيب، يعني في سياق الحديث عن هذه النقطة، أسألك أستاذ عبد الوهاب الشرفي، لماذا لا يقوم الحوثيون، يعني وإذا كانت مسألتهم يرون أن هناك استفادة خليجية دولية من استمرار هذه الحرب، لماذا لا يقوم الحوثيون بتقديم تنازلات حقيقية تضمن كرامة اليمنيين، تضمن سيادة اليمنيين؟ يعني نحن نتحدث عن انتهاك السيادة في مناطق المحافظات المحررة من سيطرة الحوثيين، لكن وكأن الوضع جميل وهادئ وليس هناك قصف من قبل الحوثيين على المدنيين اليمنيين في المناطق الأخرى. طبعا السؤال عن ما هو الذي يمكن أن يقدمه الحوثيين من تنازل هو سؤال يجب أن يكون مبنيا على قضية أن الفرصة متاحة للحل بناء على تنازلات الطرفين اليمنيين، وهذا الأمر كل حديثنا من البداية هو ينفيه تماما. ليس هناك إرادة سياسية متوفرة لدى دول التحالف السعودي ولدى داعميها الغربيين لإتاحة الفرصة للمكونات اليمنية. إذن وليست هذه الرغبة موجودة لدى الحوثيين وحلفائهم أيضا؟ أنت الآن لو جئت تقرأ وضع المكونات اليمنية ككل، أنصار الله لم يعد لديهم فرصة لعمل شيء سياسي، وليس أمامهم غير القتال إلى حين يعني يوقف التحالف أو يتخذ قرار بوقف الحرب. لماذا؟ الأطراف التي تقاتل تحت ما يسمى بالشرعية أيضا بدأت يشن عليها حرب الآن على خلفية أنها موسومة بأنها سلطات تتبع الإخوان المسلمين. حتى الحراك الجنوبي الآن فقد الشارع، وبدأ الشارع الجنوبي ينظر إلى الحراك الجنوبي على أنه بدأ يسخره لمصالح وأجندات إماراتية وليس لصالح أجندات الدولة الجنوبية الموعودة. وبالتالي الأطراف اليمنية لو توفرت لها فرصة حقيقية للحل، أنا أتوقع بأن المسافة بينها الآن هي أقرب مما كانت عليه في البداية بكثير. الجميع الآن هو واقع في ورطة ويشعر بأنه عليك في مسألة الذي يستثمرها هم الآخرون، بينما هو كلما عليه أن يتحول إلى مجرد آلات. طيب، إذن ما الذي يمنع الحوثيين أستاذ عبد الوهاب من أن يبادروا، باعتبار أنهم كما يقولون الوحيدون، كما يقولون الوحيدون الذين يتمتعون بسيادة على قرارهم؟ لماذا لا يبادرون بحل يحفظ الدماء اليمنية؟ ما هو المطلوب منهم تحديدا أن يبادروا به؟
في الأخير أنت لم تهيئ فرصة حقيقية. لديك كما ذكرت لك أنا في البداية المتعلق بمسألة تمسك الطرف الآخر بقضية المرجعيات، وكما قلت لك المرجعيات لا تمثل مرجعيات للطرف، وهناك من يثن الطرف الشرعية في هذا الحديث، وبالتالي أنت يعني تطلب أستاذ عبد الوهاب أن تقول أن الطرف الحوثي قابل بالقرار الأممي 2216، هذا القرار يستند على المرجعيات الأخرى اللي هي المبادرة الخليجية وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو يستند بنصه على هذه القرارات. المبادرة الخليجية ولا بكل مخرجات الحوار، الذي يقبل به الجميع فقط هو القرار الأممي. أما هو يستند على هذه القرارات. لم أسمع. هو يستند القرار 2216 يستند على القرارات الأممية المتعلقة السابقة وكذلك على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، إذن الموافقة عليه يعتبر موافقة على بقية هذه البنود. القرار الأممي فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية هو كان واضحا في هذه النقطة المتعلقة بانبنائه على القرارات السابقة، هو لم يطلب من أنصار الله أن يوافقوا على المبادرة الخليجية، وقبل بهم كطرف سياسي يتم التعامل معه أمميا بصفة رسمية، وهم غير قابلين بالمبادرة الخليجية. فيما يتعلق بالمخرجات هذا الأمر يعني سنده القرار الأممي فيما يتعلق بقضية استكمال المشاورات بما في ذلك حتى مسألة الحكم، والجميع يعرف أنه كان هناك اتفاق مرعي أمميا المعروف باتفاق السلم والشراكة، وكانت مسألة استكمال النقاش حول نقطتي الدستور ونقطة الأكاليم أحد النقاط المتفق عليها، بمعنى أن هناك موقف أممي رسمي يقر بقضية أن مخرجات الحوار ليست مرجعية، وهناك أيضا موقف رسمي أممي متقبل لأنصار الله كطرف سياسي رغم علمه بعدم موافقتهم على المبادرة الخليجية. فيجب أن ينطلق الناس جميعا مما هو مجمع عليه، وهو قضية القرار الأممي لحل الحل انتقالي يؤدي إلى استكمال باقي نقاط الضعف في النقاط الأخرى مثل قضية مخرجات الحوار، وحينها يصبح مخرجات الحوار مرجعية لل. طيب دعني أنقل هذه النقاط إلى الضيف الآخر دكتور فيصل الحذيفي، هل تتفق في هذه المسألة دكتور فيصل فيما يتعلق بما هو متفق عليه من مرجعيات وما هو مختلف عليه كما يطرح ضيف الآخر عبد الوهاب الشرفي من صنعاء؟ نحن نقر بأن الحوثيين وكذلك التحالف الانقلابي بعمومه رفض صيغة الدستور لأنها نصت أو ستنص على أقاليم عددها 6، وهم معترضين على الأقاليم. لكن أنا قلت في معرض حديثي سابقا بأنه الاختلاف على هذه النقاط لا يعطي مبررا للحوثيين أو للطرف المختلف أن يصنع انقلابا ويحفر ويدفن اليمن في حرب لا نهاية لها، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الحوثيون كما يقول الضيف بأنهم قبلوا بالقرار لأنه اعترف بهم طرفا سياسيا، جيد، ولكن هو القرار مستعد أن يعترف بهم طرفا سياسيا على أن لا يكونوا انقلابيين، وبالتالي طلب منهم أن يسلموا السلاح وأن يغادروا المدن وأن تعود السلطة الشرعية وأن نعود إلى النقطة صفر. يعني القرار 2216 جرد الحوثيون من الصفة الانقلابية وأشترط عليهم ذلك، وهو قلنا تسليم الأسلحة، تسليم المؤسسات، تسليم السلطة، الدولة، عودة الشرعية، لكي يعترف بهم كطرف سياسي، لأنه لا تستطيع أن تعترف بطرف سياسي كطرف سياسي وهو يحمل البندقية. أي أن الميدان السياسي لابد يكون ممهدا للجميع، بحيث الدولة هي التي تحتكر السلاح فقط والبقية يعملون كأطراف سياسية متساوين في القوة وفي الحركة، أي أنه لا سلاح لغير الدولة ولا سلطان بالقهر إلا للدولة. طيب. هؤلاء نعم ليسوا دولة، هؤلاء انقلابيين. وضحت هذه النقطة. ابتلعوا الدولة، وهم كما ابتلعوا الدولة عليهم أن يرجعوا إلى النقطة صفر حتى طيب تحل الإشكال. بعودة أخيرة إلى أستاذ عبد الوهاب الشرفي، أستاذ عبد الوهاب، ما الذي ستحمله الأيام القادمة من وجهة نظرك؟ ونحن نشاهد ما يحدث في ونتابع ما يحدث في الحديدة وكذلك التصريحات السياسية ودعوات المبعوث الأممي لتحقيق مشاورات سلام بعجالة إذا سمحت.
أنا أتوقع بأنه الآن تحت الضغط الذي يقع تحته المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية الملف اليمني، ربما يتم الدفع باتجاه المحطة القادمة بشكل ملحوظ. قضية حتى مسألة وقف إطلاق النار قد يتم الذهاب إلى نفس السيناريو السابق، وهو قضية تحويلها إلى هدنة، وما هدنة هو تنهار من لحظتها. نعم. هذا هو المنتظر، لا أتوقع أن يكون هناك جديدا ملحوظا على الإطلاق. فقط أريد أن أضيف نقطة بسيطة بالنسبة لما كان في أقل من 10 ثواني إذا سمحت. متحدة، نعم، الأمم المتحدة تعترف بأنصار الله طرفا سياسيا من قبل القرار الأممي، والقرار الأممي يتحدث حتى عن أو يعترف بتلك المحطة التي رعاها جمال بن عمر المتعلقة بمناقشة مؤسسة الرئاسة عندما كان المشاورات حول الحكم. طيب، ما يدعمه القرار الأممي هي الحكومة التي أطيح بها من قبل طرف هادي، وهي حكومة التوافق. طيب سأعود إليك دكتور فيصل، بالنسبة إلى ليس لدي وقت أستاذ عبد الوهاب، بالنسبة للمستقبل ما الذي ستحمله الأيام القليلة القادمة دكتور؟ بعجالة إذا سمحت. أنا أتوقع بأن القضية اليمنية ستظل قضية مائعة ما لم تتوفر إرادة محلية حقيقية لاحترام الشعب اليمني واحترام حقوقه ورفع الوصاية الداخلية بمفهوم الإمامة من قبل الحوثيين، ورفع الوصاية الإقليمية والدولية باعتبار أن اليمن غير قادرة بأن تكون دولة مستقلة ذات قرار سيادي. أشكرك دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، وكذا ضيف الآخر المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.